هو احساسي كده انه في محاوله للتشتيت شغاله. السؤال ليكم انتوا الاثنين، ما بين جماهير وما بين لاعبين، احساس غلط ولا احساس صح؟ لا احساس صح جدا يا كابتن شوبير. اللي بيحصل مع النادي الاهلي الفتره الاخيره وكمان ما قبل وبعد السوبر هو محاوله ان استدراج جمهور الاهلي لخناقات فرعيه، تشتيت جمهور الاهلي عن الهدف الرئيسي بتاعه اللي هو مسانده النادي الاهلي، حتى لو في انتقادات بتبقى انتقادات لصالح النادي الاهلي من اجل ان النادي الاهلي يبقى افضل. لكن اللي بيحصل ان جمهور النادي الاهلي بيبتدي يترمي له على السوشيال ميديا ترندات، يبتدي يترمي له على السوشيال ميديا خناقات. فجمهور النادي الاهلي يعني انا سمعت حضرتك امبارح مع فارس واسامه وانت بتساله هل كل حاجه الجمهور لازم يرد عليها او يخش فيها؟ صحيح. في الوقت الحالي لازم الناس تفرق ولازم الناس تفلتر، لان للاسف في ناس نوايا خبيثه بتبتدي تاخد جمهور الاهلي لسكه بعيده، تبتدي تخلي جمهور الاهلي بعضه يعني ينتقد لعيبته، مش النقد الايجابي لا، النقد لدرجه ان انت بتفطس اللعيب بتاعك. يبتدي يخليه يفطس المدرب بتاعه، يفطس النادي بتاعه. كمان تلاقي ان الجمهور بيركز في امور فرعيه، الناس عايزه ترد، عايزه تجيب حق النادي الاهلي، ولكن ده الشكل العام. لكن هو في الناحيه الثانيه هو بيحاول يجرك ان انت تبعد عن اي حد كاره للنادي الاهلي. وانا قاصد الكلمه دي كاره للنادي الاهلي، المساله مش مساله منافسه قد ما هي كره. النهارده لما تلاقي الفيديوهات بتطلع وتلاقي للاسف في بعض القنوات تلاقي ان الكلام مش موضوعي، مش تحليل موضوعي، مش تحليل فني، مش تحليل رقمي، لا ده هجوم لقصد ان انت توقع لعيب، لقصد ان انت توقع مدرب، لقصد ان انت تخش في الثوابت بتاعت النادي الاهلي. فالنهارده انا افتكر زمان قبل السوشيال ميديا والكلام ده، لما كان بيبقى فيه جدل داير والناس حاسه ان في هجوم عنيف على النادي الاهلي، كان بيبقى رد فعل الجمهور ان هي بتقاطع وقتها. نعم. زمان صحيح. ما تجيبش الجورنان اللي بيهاجم نعم. النادي الاهلي، ما تجيبش المنتج، ده كان بيأثر جدا على التوزيع جدا يعني نعم. معلقين نعم. جرائد، الكلام ده احنا بنتكلم في اطار رياضه، ما اقصدش بيه حاجه سلبيه قد ما جمهور الاهلي بيعتزل ما يؤذيه. نعم. فلما جمهور الاهلي يعتزل ما يؤذيه، صحفي بيهاجمه، يلاقي جورنان، يلاقي برنامج، مكان بيقطع، ما اتفرجش نعم. عليه. ده بيأثر اقتصاديا على الحاجات دي، لان جمهور نعم. الاهلي هو الاكثر، النادي الاهلي الاكثر شعبيه، الاكثر نعم. جماهيريه. طب دلوقتي احنا في السوشيال ميديا، الناس لما بتعمل الفيديوهات دي او لما بتعمل البوستات دي هي بتتربح من خلال جمهور النادي الاهلي، بتكسب فلوس من خلال النادي الاهلي سواء عن طريق اليوتيوب، الفيسبوك، تويتر او تيك توك، ودلوقتي حتى البيجز نفسها بتاعت الفيسبوك، البوستس نفسها الريتش بتاعها ده بيدخل دخل للناس دي. طب انت النهارده كمشجع للنادي الاهلي بدل ما تتفرج عليهم، بدل ما تعمل شير للبوستات بتاعتهم، اعتزلهم خالص، ابعد عنهم، هم هيتاثروا وبالتالي القنوات بتاعتهم دي الريتش بتاعها هيقل، مفيش فلوس، هيبتدي هو يراجع نفسه. واحد دايما يقول لك انا عايز اتفرج عشان اتغاظ. لا 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 لا، بتتفرج لحد وقت، لحد ما تعرف ان اللي قدامك هو واخد السكه دي عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر يتربح منك كمشجع للنادي الاهلي. انت بمجرد ما انت تعتزل هذا الامر وتقطعه، هو نفسه هيبتدي يراجع نفسه. ليه؟ لانه هيخسر فلوس. هو مش الطبيعي ان اي حد هيبقى بيكسب فلوس ويخسرها ان هو هيفضل مستمر. طيب. فهي دي نقطتي، ان جمهور الاهلي عليه ان هو يبتدي يرجع للثقافه بتاعت زمان شويه. يا باشا اللي بيقول كلمة وحشة وبيهاجم النادي الأهلي بهذا الشكل، أنت رديت مرة، في المرة الثانية تجاهله، التجاهل الكتير هيخلي هذا الشخص يبتدي يعدل من نفسه. التجاهل ده حلو، حلاوة بالظبط كده، تتخيل يعني. طيب في المقابل دي حملة داخل الجماهير زي ما أيمن بيقول، هل ده أحيانا بيبقى هناك حملة بتقصد لعيب معين؟ يعني وأنا مش هقول اللعيب، أنت ممكن تقوله صح؟ زي يعني مين يعني آخر حد يعني؟ إمام عاشور. إمام عاشور. بس قبل ما تتكلم وتدافع، انت شايف ان امام في افضل حالاته؟ ما هو انا بصراحه مش عايز ادافع قوي، مش عايز يعني، خلينا ناخد الموضوع بفير. يلا. هو ما فيش حد يقدر ينكر ان امام لعيب جامد قوي. تمام. فارق. جميل. بيتعرض لحاجات، بيتعرض لحاجات. بس في المقابل لو هو رجله في الملعب ودايس، الحاجات دي اصلا ما حدش هيركز معاه. صح. لان في الاخر الكوره كوره. بتعمل اسيستات وبتجيب اجوان وبدنيا واقف على حيلك، ما حدش هيعرف يتكلم. هو اللي حصل اخر فتره ان امام يعني حتى مع نهايه الموسم اللي فات مش امام اللي بدا، تحس انه متراجع بدنيا شويه، بيمسك الكره تحت رجله كتير شويه. ده كان بالنسبه لي انا باين جدا في ماتش السوبر الاخير، كان شايف احسن حالاته خالص. بس وارد، وارد جدا. نعم. وارد جدا. بس هي الحته بقى اللي انا عايز اقول عليها او يعني نخش في حته تاريخيه كده نتعلم منها حاجه يعني. حلو، حب الربط ده. انا هو خلينا نقول ان امام عاشور كان محبوب جدا من وسط جمهور الزمالك،
ده صحيح، حب غير طبيعي. نعم. ابن المدرج وابن الجمهور وطالع من وسطهم وكده، فطبيعي. لا لا بس بالراحه، بس للتاريخ بس يعني، وانت راجل بتاع تاريخ. ايوه. هو امام كان محله صح، حرس حرس حدود صح، زمالك، ومعلومه الزمالك كان عايز يرجعه لحرس الحدود وحرس الحدود ما رضاش عشان كانوا واخدين فلوس، يعني قال لك هنجيب فلوس منين. صح. والولد لعب في ظروف ان فرجان ساسي مشي، فلعب، وانا فاكر انا كنت بعلق وبقيت اقول للناس وفي البرامج اقول لهم يا جماعه ده حاجه جامده جدا، وبصوا على الولد، والولد بقى تالق والدنيا مشت. فما نقدرش نقول انه مش ابن النادي، مش ابن النادي، بس يعني هو بس كان نجم في النادي جدا. نعم. وكان محبوب جماهيريا جدا طبعا. خلينا بس نتفق انه احنا كده كده مش بنقول ان الشتيمه دي حاجه صح، هي غلط كده كده طبعا، بس طبعا الهجوم يعني منطقي بالنسبه لي، هجوم من نجم محبوب، او مش بالشكل ده بقى، لا يعني مش بالطريقه دي، مش بالشكل ده طبعا. طبعا طبعا ده شيء مرفوض. نعم. يعني